السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الملامح الرائعة، ملامح الريف المصري، وهذه عملية ري أرض القمع. هو ري بالغمر. الحمد لله، طبعا عندنا في الأراضي الحديثة طرق الري الحديثة، في ري بالتنقيط، ري بالرش، ري يعني في طرق حديثة للري. أما ما زلنا في الأراضي القديمة بالدلتا نقوم بالري بالغمر. هذا هو محصول القمح وأشهر محاصيل الحبوب في مصر والعالم. ودائما أبدا وقت الري نشاهد أبو كردان صديق الفلاح يصول ويدور في الأرض. هذا هو طائر أبو كردان. ماكينة الري، واضح أن المزارع هنا وضع السماد الكيميائي. هذه هي الأسمدة الكيميائية اللوريا اللي هي أزوت 46% أزوت. تم وضع السماد ثم الري. هذه المياه تندفع إلى داخل الحقل. هذه الروعة وهذا الجمال. هذه ملامح القرية المصرية. وماكينة الري هذه ذاتية الحركة.